كولونيل بونجور. ما كان في لزوم تعذب حالك. طمني، شو قالكن الدكتور؟ بعدها بالعمليه، ما ظهرت بعد. يمكن يضطروا يشلولها من اجرها. كوا اكسبليسيتي، عصب رايح. ما فهمت كثير، ناطر الدكتور ليظهر. هل تعني أن رجلها قد بترت؟ إن شاء الله لا. إن شاء الله. هل تعرفت على القاتل؟ منا واعي لنعرف. مرتي ما عندها أعداء. أنا اللي كنت مقصود كولونيل. ماذا تعني سعد؟ عندك شك بأحد؟ كل اللي زعجن إني محسوب عليكم كولونيل. أنا تلقيت تهديدات ومرتي بتعرف خبرهم. خافت علي وعلى الأولاد وطلبت مني نبعد ونفل. بس أنا رفضت. رفضت أتخلى عن أنعيتي. بس ما كنت عارف انه الشر رح يوصل فيهم لهون. ما كنت عارف انه رح تطلع بمرتي.
مين؟ خالد افتحي. ضبي غراضك ومشي قدامي. ابوي بترجيك خلي ما تخرب لي حياتي وبيتي. حميد؟ حميد؟ ما نام بالبيت. ظهر امبارح الظهر وما رجع. دخيلك يا خيي ما تفضحني. انت مرة مجنونة. انت مرة مريضة مجنونة. وهمي جوزك من شهور انك حبلة. وهمتي جوزك وعائلتك والناس كلها انك حبلة. تما اخسر جوزي. تما يفل عنده وفل. بده يكتب كتابه عليا. بده يتجوز علي. انا اذا طلقني بموت. فهم خيي بموت. لك شو يطلقك؟ رح يرميك بالمصح. رح يحجر عليك بالمصح. بروحوا اليوم، اليوم بروحوا. لك شو هيدا اللي بدك تروحي؟ شو هيدا؟ ارحمني، ارحمني، فهمني. قديه بدك تضلك تتمادي بجنونك قديه؟ قديه بدك تضلك تجرسينا قدام الناس؟ بوس ايديك، بوس اجريك، دخيلك ما تفضحني، حس معي. إذا عرف حميد بطلقني. إذا عرف ما بسمحني. بشو؟ لازم يعرف حميد. إذا عرف حميد شو ما رح يقدر يسامحك. قولي له جاوبي. قولي له شو عم بيصير. ردي جاوبي. قولي له جنونك وحبك له شو عملوا فيكي. قولي له وين وصلوكي. ردي. خالد شو عم بيصير؟ خبرني شو عم بيصير؟ شو هو الشيء اللي لازم اعرفه وخايفين علي؟ ما بقى في لزوم تنطرها لتولد لتطلقها وتتجوز عليها. مين قال لك بدي اطلقها؟ اختك مرتي ورح تبقى مرتي. منا حبلي. مرتك مش حبلي. يعني مش حبلي. روحت قتلت لابني حتى تنتقم مني. ما حبلت لتروح. عملتها حرفة لتبقيك معه وما تطلقها. وينو بطنه؟ ما سألت؟ ما لاحظت؟ أصلا كيف بدك تلاحظ بطنه إذا هي كلها سوا منك ملاحظة؟ أنت يلي وصلتها لهون. اهمالك إلا وصلها لهون. ما بقى في شي جابرك فيها. طلقها. هيك بترتاح من جنونها. وهي بترتاح من اهمالك إلا. طلقها. طلقها حميد. خلص خلص رجيك خلص. أدهم أدهم خيي طلق مرته. طلقها ليصلح غلطه ويربع خيه. بعطيك مكملة أمي. السوسة اللي دخلت بيتنا وخربته ظهرت. السوسة رح ترجع تفوت بيتنا وأنا بعرف كيف فللها. شو؟ لا شو عم بتقول أدهم؟ كنت فاتي أصلي الست شبت حبل العشاء وسمعتكن.
قاعد هون مطمن بالك؟ قوم روح شوف اختك وينها، شوف شو وضعها شو حالتها. شو وضعها شو حالتها؟ اي حاله؟ حاله كذبه ونفاقه؟ ييه بتجبرني انا روح فتش عليها بهالليل؟ لك عادي عادي حش فتشي عليها. راحت لعنده الكلبه. طمن بالك، ما بقى رح يستقبلها ببيته بعد اللي عملته معه. كيف صاير؟ ما قسى قلبك؟ كثير هالقد زيدا. بعد ناقصني. هدي توزعون على عيال تحت، بس ما بتقلون اسمي. حاضر. بتقلون فاعل خير. حاضر. زيدها ولا بيار. الله يرزقك يا بيك، الله يرزقك. لوين؟ اطمن على البيك. شغلتك تخدميه، ما تطمني عليه. مش انت اللي بتحدد لي شو شغلتي. انا بدي مصلحتك، انا بدك مثل بنتي. وقف لي هالحكيات الله يخليك. سمعت شو حكيت للست عني. انا ما جيت لونس البيك وحلي له سهرته، انا هون لطلع لقمه عيشه وعيل اهلي. انا قلتن عم اسمعك لا تسمعي. شفتك كيف كنت عم تطلعي فيه الصبح. شو يعني كنت عم تطلع فيه؟ انا ما نكرت اللي قلته للست، وانت ما تنكري اللي انا شفته الصبح. الظاهر بتعرفي كتير منيح وين بيحب يقعد البيك لما بيغتلي بنفسه. رح أعمل كل جهدي طلعك من هالبيت. لو طرد ما رح شوفك عم توقعي الوقعة ذاتها اللي وقعتها البنت اللي كانت قبلك بهالبيت. لو حتكرهيني بس أمك بجنة رح تدعيلي، حتكون عم تتشكرني. الست عم تسأل عنك يا بيك. شو اللي جابك لهون؟ الست طلبت مني. انت ليش عرفت اني انا هون؟ شفتك اكتر من مرة قاعد هون لوحدك. بعتذر ما قصدت اتسمع، بس الغصة بصوت الست ودموعها حرقوا لي قلبي. دموع الام غاليين بيواجعوا يا بيك. لو كانت امي بعدها بهالدنيا كنت قضيت الباقي من عمري عم بعود لها عن كل لحظة اذيتها وبكيتها فيها. توفت من زمان؟ 5 سنين
والدنيا ما إلها معنى بليها. العشاء جاهز يا بيك، ما تترك الست تتعشى لوحدها كرمالي. ما قصدت كرمالي، أنا بعتذر. شو قصدك لكين؟ بعتذر كرمالي، كلمة بتنقال. كرمالك رح اتعشى مع الست، ما رح زعلها. لا مش كرمالي، أنا مين لأدهم بيك يعمل شي كرمالي؟ أنت مين؟ رندا، خدمتك يا بيك. كيف وصلت لعندي على البيت؟ مين بعدك علي؟ يمكن الله عم بعود لي وصلني لعندك لأخدمك بعيوني. أنت شو؟ ماشي ولا شي، أنا ما حدا. ما تزعل الست يا بيك، ما تتركها تتعشى لوحدها. رندا كرمالي حميد. مرتك أبصر كيف أخذها الموج ونقلوها على المشفى. بعد ما ماتت هالواطي بس تموت عطوه جدته لخيها، خلي هو يدفنها.
وين اخذها؟ روح اهتم بشغلك وبعائلتك. يلا اختك ما بدها مصح، بدها بنيتها. قال الختيار انك رحت لعنده بدها تعرف اذا رجعت له. رح لاقيها، رح لاقيها ويصح ظنك وموتها بايدي. سمعت؟ بايدي. امشي. صباح الخير. صباح النور. كنت جاي واعيك، عملت لك قهوه وحضرت لك الترويقه. اسلموا الايدين بس ليش معذبه؟ مشتاقه اهتم بابني ودلعه. ممنوع؟ وين البنت؟ بعدت على السوق تجيب كم غرض. ليش بتعرف تروح لوحدها؟ سالتيها؟ لا ما سالتها، بس لو ما بتعرف كنت حكيت. ليش ما طلبت من نايف اذا كنت عايز شيء؟ نايف شو دخله بالموني بالمطبخ؟ بعدين شو فيها اذا نزلت على السوق؟ ليش عتلتم هالقد؟ انا ما عتلتم. ليش انا من امتين بعت الهم خادمه؟ بس عم بسال. ليش عم تنفعل علي ادهم؟ شو قلت لك يا ابني؟ انا ما عم بنفعل. انا ما عم بنفعل، بس يمكن لاني بعد ما شربت قهوتي. هي كل القصه. حتى بسمتك ما عادت تشبه بسمتك. حقك علي، تأخرت لأفهم. شو بدك تقولي؟ أنت حائد علي. شو عم تحكي أمي؟ إذا كنت على حالك حائد كل هالقد وبعدك مكمل وعم تأذي حالك قبل خيك والكل، ما رح ترجع تفوت على بيتنا، ما رح تشمت الناس فينا وتضحكن علينا. بعرف، وهيدا اللي حرق لي قلبي ورح يقتلني. شو؟ روحت؟ أي متى روحت؟ ما حبلت لتروح. كيف ما حبلت؟ مرتك كانت حبلي والدنيا كلها مش سايعتها. ضحكت علي؟ خلتني احلم وروح بحلم لبعيد، الحلم اللي صار لي سنين ناطره، جهزت له تخته، جهزته بايدي وفصلته شقفه شقفه، صرت حتى ارسمه نفسه. كنت عم شوفه قدامي، كان بعد مش ناقص الا اني ادهنه. عشت الحلم وبلشت اعد الايام والساعات اللي بتفصلني اني شوف ابني، ابني اللي مش موجود اساسا. هالقد بتحبك؟ هالقد مرتك خايفة عليك وعم بتقلي؟ خلص ما تحكي، ما تدافعي عنه، ما تجربي تبرري لشر بنت الكلب. بعتذر. راح الحلم.
حاربت بقوة لتنقذ حالها، الله بحبها. ما قصدت تغرق حالها لتنقذ حالها. يلي عاشت حياتها بين الموج ما رح تموت غريق. حكيم ان شاء الله ما عليها خطر. ان شاء الله خير، بكره الصبح ترجع البيت. سلامتها. الله يسلمك. الحمد لله. رح يدفع حق كل نقطة دم من دمه. دمه غالي. نورة عم تخوفيني. ربنا هو اللي بياخد بحقه مش انت. لا، انا بايدي رح اخذ لحقه. بدي اشوف الوجع اللي شفته بعيونه، بعيونه. بدي احرق له قلبه مثل ما حرق لي قلبي. بركي ضاعت، بركي حدا تعرض لها. روح شوف وينها نايف. حاضر. نايف أدهم شو بيك؟ إذا ضاعت بتسدل وبتوصل، بعدين مين بده يتعرض لها يعني؟ يا أمي هي بتشتغل بخدمة هالبيت، يعني سلمتها برقبتي. شرفت. وين كنتي؟ الست طلبت مني انزل على السوق. ما في مشكلة، بس تطلب منك الست تقولي لها حاضر وتاخذي الاذن مني الي. انت خادمة بهالبيت عندي انا. بعتذر. حطي الاغراض من ايدك بالمطبخ، انا لحقتك. حاضر. نايف، ليش أدهم مهتم هالقد بأمر الخادمة؟ ما بعرف يا ست، بس هالبنت منها هينة أبداً. شو يعني منها هينة؟ يعني منها هينة بالإذن يا ست. شغل بالي عليك. علي أنا؟ ما هلأ بعدك قايل لي أني خادمة. البيك بدي ينشغل باله على خادمة؟ قلت لك قبل ما بدي خادمة. لكن شو بدك؟ مرحبا. أهلا، مين بتريد؟ ست وردة موجودة؟ مين بقلها؟ مارون لو سمحتي. لحظة. ماما؟ في عسكري برا عم بيسأل عنك. هيدا مارون، خليه يتفضل. لوين بده يتفضل امي؟ لوين؟ مين هيدا؟ بعدين ليه بده يكون عندك محكمة مع جندي من القوات الخاصة؟ هيدا مارون، شاب مهذب، ضابط محترم، مستأجر عند خالي. سكبت له لقمة أكل. ما بدي أعرف قصة حياته امي، ما بدي أعرف، اللي بعرفه عنهم بكفي. بي بيعرف إنك عم تستقبليه ببيته؟ لك بيك بينطر مناطرة لحتى يقعد معه.
ليش برا؟ تفضل فوت، اهلا وسهلا. ست وردة بدي اشكرك على الاكلات. سلم هالايدين عن جد مثل اكلات امي. ريتو الف صحة وهنا، انا انبسطت انك حبيتهم. ست وردة، مين هالصبية الحلوة؟ بنتي. ما شاء الله. وكيف ما سبق وتعرفت عليها من قبل؟ بنتي مجوزة. حظي قليل. بدي استأذن. الله معك. أيمن، رد علي خالتي. نايم؟ ما تشغل لي بالي. وقفوا تقتلوا أمي. لوين ظاهر يا ابني؟ شم شوية هوا. بس العسكر عم يضلوا رايحين جايين بالشارع. يقتلوني، يموتوني، ما عندي شيء عيش كرماله. خسرت كل شيء. ما تقول هيك يا ابني، بعيد الشر عن قلبك. فوتي تغدي امي. مش جوعانة. طيب فوتي قاعدي جوا. ليش قاعدي هون؟ ما بيسوى كرمالك بهالفترة تظهري من البيت. خليكي جوا. وين عم بظهر امي؟ قاعدة بالجنينة ببيت اهلي، هاي ظهرها؟ جوزك بعده قادر يرجعك، حتى لو طلقك، ما بتعرفي شو بيصير. بلا بعرف شو بده يصير، أنا ما بدي أرجع له. قعدتك هون غلط، رايح والجاي عم بيطلع فيكي. إذا بتريدي فوتي على البيت. أمي، إذا بتريدي أنت فهميني وتركيني لحالي، عملي معروف، مش ناقصني. الحمد لله على السلامة. حميد سأل عني؟ ارتاحي حبيبتي ارتاحي، جربي تنامي. عرف؟ ما سأل عني؟ بركي ما عرف. بجوز يكون ما عرف. ارتاحي انت، ما تعبي حالك بالحكي. عرف، عرف وجهز لك وراء طلاق لابده يشوفك ولا يسمع باسمك. خالد،
هيك بدك تضلك قاعد وزعلان؟ لا خلص رح امشي. لا ما تمشي انت وبهالحال. موضوع خبيته عليك وأنا مش من حقي، كان لازم تعرفي. إجا وفد زارني من ضيعة مصطفى ومعه تعهد بيضمن سلامتك وسلامة أولادك، لأن صار فيك ترجعي على بيتك بدون ما حدا يقرب منكم. شو؟ شو عم تقول؟ أي متى اجتمعوا فيك؟ من شي أسبوع أو أكتر شوي. وليش هلأ عم تقلي؟ ليش ما خبرتني بوقتها؟ لأني كان بدي أتأكد من حسن نوايا، وما كان بدي أنت وولادك تتعرضوا للخطر. لأني خفت أخسركم إذا رجعتوا على بيتكم وأرضكم بطلوا بحاجة لإلي. نحن بحاجة لإلك أكثر ما أنت بحاجة لإلنا. أنا لما يفكوا الحجز رح بيع شقفة أرض، بس البيت هون شو بدنا نعمل فيه؟ هيدا البيت أنا بحاجة لإله. لشو بحاجة لإله؟ ما عندك بيت سدح مدح. بدي أنقل حتى أعيش فيه. كيف يعني؟ وشغلك ومنشرتك ومرتك يا حميد؟ ما بدي شي يذكرني فيها، ما بدي شي من قدرها، ما بدي اسمع صوته ولا باسمه. نورت البيت يا بيك. طلال بيك ناطرك. هيا طلال. صار لك سبعين ناطرني معي؟ بس ساعة. بعتذر بدك تأخرت شوي، كنت مشغول. بسيطة. العشاء جاهز. بلغ الست. حاضر. رندا. مرني نبيك. أنا مني بيك ولا حتى قريب من البكوات. فرصة سعيدة.